بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله تعالى في آخر حديثه عن الزكاة، قال أحسن الله إليه: باب أهل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الزكاة، ناسب أن يذكر مصارف الزكاة التي تصرف فيها، لأن الزكاة بين الله جل وعلا مصارفها في كتابه الكريم. ف الزكاة لا بد أن توضع في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، فإن وضعت أو وضع شيء منها في غير تلك المصارف فإنها لا تجزي ولا تبرأ بها ذمة المزكي. فلهذا الباب أهميته البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمة الزكاة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه وبينها في كتابه. فلا بد من التقيد بهذه المصارف. نعم. قال رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية. نعم، أهل الزكاة ثمانية حسب ما ذكر في الآية، أي ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية. نعم. الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. الصنف الأول الفقراء، لأن الله جل وعلا بدأ بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا من المؤونة أو يجد بعض كفايته، فيعطى ما يكفيه لسنته من الزكاة. نعم. والمساكين. الصنف الثاني المساكين، يجدون أكثرها أو نصفها. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر. وتعريف المسكين: من يجد نصف كفايته أو يجد أكثرها فهو أحسن حالا من الفقير، فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته لسنته. نعم. والعاملون عليها، وهم جبعتها وحفاظها. الصنف الثالث العاملون على الزكاة، وهم الذين يتولون جبايتها، أي أخذها من أصحاب الأموال، يبعثهم السلطان ولي الأمر، يبعثهم لقبض الزكاة ممن تجب عليهم. فالعامل
لا بد أن يكون بتفويض من ولي الأمر، ولا يقيم نفسه ويقول أنا عامل على الزكاة، أو تقيمه جهة غير الجهة جهة ولي الأمر. فلا بد أن يكون العامل معينا من قبل ولي الأمر لأخذ الزكوات ممن تجب عليهم، هذا هو الجباية. وحفظ الزكاة بعد أخذها يكونون حفاظا عليها لئلا تضيع أو يعتدى عليها، ثم أيضا يتولون توزيعها على الفقراء على مستحقيها بإذن من ولي الأمر. هؤلاء هم العاملون عليها، أي العاملون في شؤون الزكاة، ويعطون من الزكاة على قدر عملهم في مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم لا يأخذون الزكاة لفقرهم وإنما يأخذونها في مقابل عملهم، فهم أجراء فيأخذون من الزكاة قدر عملهم. نعم. معنى ذلك لو أن غنيا مزكيا وكل زكاته إلى أحد ليوزعها على الفقراء لا يدخل في العاملين عليها، لا يسمى عاملا، يسمى وكيلا. هذا يسمى وكيلا لمن تجب عليه الزكاة ولا يسمى عاملا. نعم. قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الرابع من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من التأليف، وهو ضد التنفير. تأليف معناه الجمع، والائتلاف الاجتماع، وضده الافتراق والاختلاف. فيعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود من التأليف، لأن تأليف القلوب أمر مطلوب ومهم في الإسلام، وهم أصناف. فيعطى المسلم الذي إيمانه ضعيف من أجل أن يقوى إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقواما ممن دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم، يعطيهم حتى قوي إيمانهم وصار الإسلام أحب إليهم من المال. قال بعضهم: ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي. وقال بعضهم إنه أسلم بقصد أخذ المال، فما أمسى إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا الذي يعطى لتقوية إيمانه. وكذلك يعطى من يرجى إسلامه، كافر قرب من الإسلام وأراد الدخول فيه، فيعطى من الزكاة ما يرغبه في الإسلام ويبعثه على الدخول في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام وذاق حلاوته وذاق ما فيه من الخير، فإنه ينقاد له ويكون أحب إليه من المال. ولكن المال إنما هو وسيلة لدخوله في الإسلام، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود. وكذلك يعطى من الزكاة من يرجى إسلام نظيره من الكفار. فالكافر إذا رأى أن نظيره يعطى من الزكاة وتحصل له
هذه المصلحة فإن ذلك يجره إلى الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فإنه سيكون الإسلام أحب إليه من كل شيء، لأنه كان من قبل لا يعرف الإسلام ولم يباشر قلبه، ربما ينفر منه، فإذا أعطي من المال من الزكاة ودخل في الإسلام فسينجلي عنه ما كان عليه من غبار الشك في الإسلام. والصنف الرابع يعطى الكافر الذي لا يرجى إسلامه ولكن يرجى كف شره عن المسلمين، يكون بإعطائه من الزكاة كف لشره عن المسلمين، لأن الكف الشر عن المسلمين أمر مطلوب، فإعطاؤه من الزكاة هذا في صالح المسلمين، فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. الخامس من أصناف أهل الزكاة في الرقاب، والمراد بهم المكاتبون، جمع مكاتب، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أقساط تسمى بالنجوم، فإذا دفعها إليه فإنه يعتق ويصير حرا، والإسلام يحث على العتق، على عتق الرقاب، فلذلك جعل للمكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم على أداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا. قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أهل الزكاة يقول جل وعلا: وفي الرقاب، أي الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق إلى الحرية. وكذلك من موضوع الرقاب الأسير المسلم بأيدي الكفار، إذا أسر الكفار مسلما وطلبوا الفداء فإن هذا المسلم الأسير يعطى من الزكاة أو يدفع للكفار قدر ما يفك رقبته من الأسر. نعم. قال رحمه الله: السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم، من الغرامة، وهي دفع المال. الغارم على قسمين: غارم لإصلاح ذات البين بأن يكون هناك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب النزاع، والبين معناه الفراق، يعني يحصل بينهم فرقة، يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة، وهذا لا يصلح بين المسلمين. فإذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لإصلاح ذات بينهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لأحد الجهتين من أجل الصلح،
فإن هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن ذلك يجحف به، ولأن ذلك يفضي إلى ترك الإصلاح بين الناس، فيساعد من الزكاة ويعطى من الزكاة قدر هذه الغرامة التي تحملها. هذا هو الغارم لغيره، هو الغارم لإصلاح ذات البين. ولو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة من أجل سداد الغرامة التي تحملها، لأنه لا يأخذ لنفسه وإنما يأخذ للإصلاح، فيعطى من الزكاة ولا يترك يدفع الغرامة من ماله، لأن ذلك يجحف به. وقد يحجم كثير من المصلحين عن المضيف الإصلاح بين المسلمين فيستشري الفساد. هذا النوع الأول. النوع الثاني الغارم لنفسه، إنسان عليه ديون وليس عنده سداد لهذه الديون، وهو مطالب بها، فهذا يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون، يعطى لفقره نظرا لأنه فقير ومطالب بديون وليس عنده سداد، فيعطى من الزكاة قدر ما يسدد ديونه إن كان فقيرا. أما إن كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. نعم. ما الفرق بين كون الغارم لنفسه فقيرا أو غنيا؟ الغني يستطيع أن يدفع الدين من ماله، فليس بحاجة إلى الزكاة. وأما الفقير فليس عنده ما يسدد الدين، فيبقى مشغولة ذمته بالديون، وربما يضايقه الغرماء فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه ويبرئ ذمته ويدفع عنه المطالبة. نعم. بعض الغارمين لأنفسهم يتحمل على نفسه مئات الآلاف وراتبه قد يبلغ 10,000 في الشهر، ويقول إنه عنه عاجز يكون أهل الزكاة. لا، ينظر فيه، إذا كان يقدر على السداد من رواتبه فإنه غني لا يعطى من الزكاة. أما إن كان راتبه لا يكفي إلا لنفقته ولا يسدد الديون التي عليه، هذا يعطى قدر ما يسدد به ديونه. نعم. شكرا خير. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. بقي سؤال، وهو قد يقال إن هذا الغارم قد يكون إن غرامته بسبب فعل محرمات أو ارتكاب قبائح، نعم، وعلقته الديون من أجل ذلك، فهل يعان من الزكاة؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان تاب من هذه الجرائم وأصلح فإنه يعطى من الزكاة ما يسدد به تلك الغرامات، إعانة له على التوبة وإبراء لذمته. أما إن كان أنه لم يتب وهو مستمر على فعل هذه المخالفات فهذا لا يعطى من الزكاة، لأن في هذا إعانة له على الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمراد به الجهاد. المراد به الجهاد، فيمون الجهاد من الزكاة بالسلاح وبإعطاء المقاتلين ما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم ما يستعينون به على الجهاد، يشترى به أسلحة ويشترى به معدات للقتال، لقتال الكفار. هذا إذا كان الغزاة ليس لهم رواتب من الدولة. أما إذا كان الغزاة لهم رواتب من الدولة فإنهم لا يعطون من الزكاة، لأنه أصبحوا ليسوا بحاجة إليها، تكفيهم مرتباتهم. ولهذا قال المصنف وهم الغزاة المتطوعة. المتطوعة يعني الذين ليس لهم رواتب، لا ديوان لهم
يعني ليس لهم رواتب من الحكومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل للمسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. ومن نعم الثامن من من يستحقون الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني المسافر الذي ليس معه نفقة بل يكون ضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت ولا يستطيع المضي في سفره والرجوع إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده. إذا كان غنيا في بلده ولا يستطيع الحصول على شيء من ماله في أثناء السفر لبعده عن ماله، فهذا يعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. وسمي ابن السبيل لأنه ملازم لهذا السفر، وهذا السفر لازم له، ملازمة الابن لأبيه مثلا فيعطى. أما المنشي للسفر من بلده هذا لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى المنقطع في أثناء السفر. أما الذي يريد السفر فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه لم يدخل في الحاجة بعد والاستحقاق. نعم. قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني ابن السبيل إذا كان له أيضا عيال فإنه يعطى زيادة على ما يبلغه في سفره، يعطى زيادة ما يكفي لأولاده. نعم. وهم صحبته في السفر أو لا؟ وهم صحبته في السفر. نعم. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. لما بين الأصناف الثمانية حسب ما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء الآية، نعم، قال إنه لا يلزم أن يعمم هذه الأصناف فيعطيها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد ودفع زكاته فيه أجزأ ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلم يذكر إلا الفقراء، فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد. نعم. ثابكم الله. قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن للمزكي أن يصرف زكاته في أقاربه الفقراء، لأن الصدقة على القريب تكون بأجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. إذا كانت لا تلزمه نفقتهم، أما إذا كانت تلزمه نفقتهم فإنه لا يعطيهم من الزكاة بل ينفق عليهم من ماله، لأنه إذا أعطاهم الزكاة جعلها وقاية لماله وهذا لا يجوز. والذين تلزمه نفقتهم هم كل فقير من أقاربه ليس محجوبا عن إرثه لو مات، فإذا كان المزكي يرث الفقير من أقاربه لو مات فإنه لا يعطيه من الزكاة، لأنه حينئذ يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، لأن القريب ينفق على قريبه المنقطع الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال، فينفق عليه إذا كان يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى لما ذكر سبحانه أجرة الرضاعة للمولود قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني بأن الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع أجرة المرضعة في مقابل إرثه لو مات. نعم. أحسن الله إليكم. هناك كثير من الفقراء معدمين وغارمين يقولون إن عرضنا أنفسنا على أقارب لنا أغنياء جدا فما أعطانا من الزكاة المفروضة شيئا. طبعا اتهام أغنياء المسلمين أنهم لا يزكون مركب صعب بلا شك،
لكن يمكنهم لا يعرفون هذا، فيخرج صدقته في غير أقاربه احتياطا أو لئلا يعلم أن هذا حجم ثروته، فهل من كلمة؟ وهل يمكن أن يكون من لا يدفع زكاته إلى قريبه المعدم أو الغارم أن يقال لا يزكي؟ إذا أخرج الزكاة ووضعها في مصاريفها الشرعية أجزأت، لكن كونه يصرفها في أقاربه المحتاجين الذين لا يرثهم بفرض ولا بتعصيب هذا أولى، أولى وأحسن. لكن لو صرفها في غيرهم أجزأت، إذا كانت في المصارف الثمانية فإنها تجزي. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا المستمعين، كان هذا ما تفضل به شيخنا الكريم صالح بن فوزان الفوزان في شرح زاد المستقنع لاختصار المقنع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.